عليه وأقاموا للشقوة والسعادة فيما بعد الموت. ألا إن الله لا شريك له ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب يعطيه به خيرا ولا يصرف عن أمره سوءا إلا بطاعته واتباع أمره. واعلموا أنكم عبيد مدينون وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته. أما عنده لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة. اپنا طریقہ کار صحابہ کے طریقہ کار پر غالب آ جائے گا.